عقدت الجمعية الوطنية للمساحات الخاصة بالدار البيضاء جمعا استثنائيا بمشاركة عدد من الهيئات والتنظيمات المهنية التي تنتمي إلى القطاع الخاص. هذا اللقاء هو لقاء تاريخي، حقاش أول مرة تجمع جميع النقابات ديال القطاع الخاص والجمعية ديال الأرباب المساحات الخاصة في المغرب. تنعرفوا بأنه القطاع الصحة والقطاع الحر في عدة مشاكل، وخصنا الوزارة الوصية أنها تفتح حوار جاد باش يمكن لنا هذه المشاكل قولها الحلول ديالها، لحقاش الحل يكون في صالح المواطن، لحقاش الهدف ديالنا كنا لا حكومة ولا أطباء هو الصحة ديال المواطن. ولهذا احنا قلنا بأننا بغينا ننجحوا أولا الرميد في إطار الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، بغينا يتوضع حد العمل الغير المشروع بالنسبة للناس اللي ماشي أطباء في المهنة، بغينا تكون التعريفة المراجعة ديالها أحقش ترجعوا دائما المواطن، المواطن تتحمل دابا العبء ديال أكثر من 57% اللي تيخلص من جيبه. اليوم عندنا منظومة صحية في المغرب لا في القطاع الخاص أو القطاع العام اللي كتجعلنا أننا نهيكلوها، ستعرف واحد الهيكلة جديدة، وهذه الهيكلة جديدة هو عمل اللي خصو يكون جاد ما بين السلطات الحكومية ما بين الجمعيات وجميع الفاعلين ديال القطاع الخاص اللي خصهم يتكتلوا باش يمكنوا المنظومة الصحية في المغرب تجاوب مع الطلبات ديال المغاربة في نطاق العلاج جميع الأمراض. هادو هما التحديات اللي عندنا. تحدي أخرى هو توسيع السلة ديال المرضى المغاربة اللي كيولجوا للتغطية الصحية. اليوم لا يعقل في المغرب كاين 35 مليون نسمة، كاين 10 مليون اللي عندهم واحد التغطية الصحية. اليوم تنهضروا على التغطية الصحية ديال القطاع ديال المستقلين اللي فيها 10 مليون اللي غادي يدخل لهذا المجال، واللي خصنا نوجدوا لها واحد الظروف اللي هي حسنة باش تعالج فيها. أشغال الجمع الاستثنائي حاول من خلالها المنتمون إلى القطاع الصحي الخاص نقل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع في أفق الوصول إلى حلول ناجعة وعاجلة.